مهندس مصطفى برجع لك تاني، ايه العلاقة ما بين سقوط فيسبوك انستجرام واتساب وبين امازون؟ ايه العلاقة؟ ليه امازون تقع؟ ليه تيك توك يقع؟ ليه او يعني على الاقل وقع في بعض الاماكن؟ ليه يتأثر؟ ايه العلاقة؟ العلاقة حضرتك ان احنا عندنا الفيسبوك بيعتمد على شركات اخرى لتوصيل البيانات من والى، زي شركة اكاماي، دي شركة بتاخد نسخة من الفيسبوك بتحطها في كل بلد، بحيث ان انا اما اخش عليه بخش على النسخة المحلية، ولو في تغييرات بتحصل ما بين النسخة المركزية والنسخة المحلية بيتم عمل ابديت ليها. فبالتالي انا لما يكون عليا اتاك كتير او عليا لود كتير كسيرفر اللي بيعمل كاشنج في المنطقه المحليه ويكون عليه تطبيق اخر ممكن يقع معايا برضه، لان هي الشبكه الانترنت شبكه عالميه واحده في النهايه. لكن بالنسبه لسقوط الاسهم، احنا دلوقتي شفنا في فتره الكورونا ان الديجيتال ايكونومي كان بيبوم وبالتالي اسعاره في العالي. الخطه ديت هتبدا برضك تخوفنا شويه من نفتح دراعاتنا قوي للديجيتال ايكونومي. فاحنا هنا بنقول انه هذا الخلل في هذه التطبيقات لا يعني فقط الشاتنج اللي احنا بنعمله، احنا بنتكلم على يعني تأثير أكبر وأضخم كثيرا، ويصل إلى الاقتصاد الإلكتروني، يصل إلى حاجات. يعني قل لي هذا التأثير بيجمع إيه بالظبط؟ التأثير اقتصادي طبعا من الدرجة الأولى، وتأثير اجتماعي، لأن احنا أصبحت في دورة حياتنا اليومية بنعتمد على هذه التطبيقات بشكل عنيف جدا في حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا العملية. فتغيبه للفتره ديت احنا مش عارفين نتواصل، ما قدرناش ان احنا نوجد بديل، مع ان في حاجات بديله كتيره جدا متاحه، وهو دوت اللي خلى في زحم حاصل دلوقتي على تويتر. لكن طبعا منصه تويتر ابعد ما تكون انها تقدر تقوم بالدور اللي بيقوم بيها فيسبوك. منذ قليل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر بيان يتحدث فيه أنه هناك عطل مفاجئ وانقطاع بخدمة تطبيقات فيسبوك واتساب ماسنجر انستجرام الساعة 6، وقد أعلنت شركة فيسبوك أن تأثير الخدمة خاص بتطبيقاتها قد حدث نتيجة الأعطال في الخوادم الخاصة بها على مستوى العالم، وجاري العمل على حلها، حيث تسبب العطل في مواجهة المستخدمين للمشكلات في فتح واستخدام التطبيقات على مستوى العالم وليس دولة بعينها. يعني جهاز قومي تنظيم الاتصالات بيقول ده مش عندنا بس في مصر، ده في العالم كله. منذ قليل مسؤول في واتساب قال لان بي سي شيء يعمل في المبنى سوى البريد الالكتروني. اشرح لي ده برضو يا مصطفى، يعني ايه؟ يعني ايه مبنى واتساب او مبنى فيسبوك الضخم جدا لا شيء يعمل الا الايميل؟ لان البنيه التحتيه بتاعتهم هم، هي دي برضك من ضمن الحاجات اللي بانت قوي، ان البنيه التحتيه بتاعت الثلاث منصات هي حاجه واحده، بنيه تحتيه مشتركه. فواتساب بيستعمل البنيه التحتيه بتاعت فيسبوك، لما وقعت بقى مش موجوده عنده. الحاجه الوحيده اللي موجوده عنده هي خدمه الايميل، وهو بروبلي بيستعمل الايميل بتاع شركه اخرى، لان فيسبوك ما بيقدمش خدمه الايميل. فطبعا ده شيء كارثي، شيء كارثي كارثي كارثي، لم نرى مثله في التاريخ. لم نرى مثله في التاريخ، وبقينا مرتبطين، وده الحقيقه فرصه يا مصطفى دايما بقولها ان احنا نفكر احنا كنا بنكلم بعض ازاي قبل كده، مش بفويس نوتس، مش بواتساب، بهذه الطرق. هو انا عايز اقول حاجه، هو في نوع من الراحه النفسيه دلوقتي بتغيب هذه المنصات، لان احنا لا بيجي لنا تاسكات نعملها، ولا بنبلغ حد تاسكات، ولا مضطرين نجامل حد في ميلاده، ولا نعدي حد في وفاه حد. فاحنا مرتاحين شويه، مرتاحين من الحاله الالكترونيه اللي هي محتاجه انها تتنظم. صحيح. وتاخد وضعها الصحيح. صحيح. لا زياده ولا بالنقصان. بشكرك مهندس مصطفى ابو جمره خبير التكنولوجيا المعلوماتي. يعني زمايلي لسه بيفكروني ازاي احنا ابتدينا عملنا الصحفي، يعني كان مفيش يا تروح للمصدر يا تكلمه على تليفون البيت. طب خلاص كلمناه على الموبايل، والموبايل بقى تمام. لما ابتدى يبقى موبايل يبقى فيه مسجز رسايل، دي كانت معجزه، كان اعجاز. انا فاكره كويس، كنت قاعده بقول ايه ده، هقدر ابعت رسائل، هقدر، ده كان شيء مذهل جدا. طبعا طفره الواتساب غيرت حياتنا تماما، غيرت كل شيء، اتغير في حياتنا.
فالحقيقة أنه يعني هذا ما لم نره من قبل، ولكنها ليست فقط عطل تقني، احنا لازم نبص على الأمر بشكل أوسع.